بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيد بلقياكم. أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على استضافتكم لي في هذه الفترة وفي هذه اللحظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام الذي سوف أوجهه إن شاء الله تعالى للأحباب وللكرام وللمتابعين والمشاهدين ولعامة المسلمين جميعا. رمضان هو شهر محدود، وهو شهر جعله الله سبحانه وتعالى من بين الأشهر، وكما نعلم أن في السنة 12 شهرا، فرمضان إن كانت فيه 30 يوما أو 29 يوما حسب الرؤية وحسب الصيام، مزقا لحديث صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فرمضان هو مدرسة لتجديد الإيمان وتجديد النية والعقل مع الله سبحانه وتعالى، فهو كما وصفه الله سبحانه وتعالى شهر القرآن بامتياز، فيجب على الإنسان أن يغتنم فيه الطاعات وأن يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتزلفى بالأعمال الصالحة وبالصادق الأعمال وصادق الأقوال كي ينال الأجر وينال الجزاء. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالله سبحانه وتعالى قرن الصيام بالتقوى، وجل الأعمال التعبدية التي نجدها في القرآن يقرنها الله سبحانه وتعالى ويقيدها بالتقوى. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. فالتقوى كما جاء في تعريفها كذلك هي الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. قلت الله سبحانه وتعالى جميع الأعمال التعبدية في القرآن قرنها بالتقوى لأنها هي خير زاد، مصداقا لقوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقبل هذه الآية جاء عمل تعبدي الذي هو الحج. كذلك الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كذلك يؤكد على التقوى فقال: واتقون يا أولي الألباب. فرمضان كذلك كما قال أهل العلم أن للثلاث الشهور والشهرين التي تكون قبل رمضان رجب وشعبان، كما قال أهل العلم رجب هو شهر الغرس، وشعبان هو شهر السقي، ورمضان هو شهر الجني. فالسؤال المطروح الذي يبقى مطروحا هنا: أيها المسلم، ماذا جنيت في رمضان؟ وماذا ستجني؟ وماذا ستجني في الدنيا؟ وماذا ستجنيه في الآخرة؟ مصداقا لقول الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والذي أود أخيرا أن أذكر به أحبابي في الله وإخواني على أن رمضان مدرسة لتجديد الإيمان، ورمضان شهر للغفران، أوله رحمة وثانيه مغفرة وثالثه عتق من النار. ونحن كلما مرت علينا هذه الأيام ونحن في اليوم الرابع من رمضان فلنتحسر ونتأسى على فوات ومضي هذه الأيام، لأن ربما هذه الأيام التي قضيناها منه لم نعيدها في السنة المقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وصادق الأقوال بمزيد من الأجر والتواب، وأن يرحم ضعفنا ويتولى أمرنا، وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، وأن لا يخزنا يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وشكرا.